بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف إزاي إن إحنا نقدر الستات الخاصة بالمشروع مرة واحدة بخطوة واحدة. فهيبقى أمر واحد بس هنستخدمه، هيجمع كل الستات اللي موجودة تحت قدام حضراتكم هنا، يعني الشيت الأول بعد ما بنظبط الستات بتاعة المشروع كلها. بيبتدي بعد كده بنعمل بأمر واحد في التحويل من الأوتوكاد للبي دي إف. هنحط في الأيقونة اللي فوق اللي هو الأوتوكاد، هتلاقوا حاجة اسمها برنت، بعد كده في حاجة اسمها باش فلو. تمام، هنبدأ هنا يظهر لي الصفحة، بيظهر لي كل الملفات اللي في اللاي أوت اللي موجودة في نفس الفايل الأوتوكاد. تمام، هبتدي أحدد الحاجات اللي أنا محتاجها، هو هيعمل لي كل الملفات اللي موجودة قدامي هنا. لو في حاجة معينة مش عاوزها، بقف على الحاجة اللي أنا مش عاوزها هنا، هتلاقي هنا في الجنب هنا في حاجة اسمها ريموت شيت، بعمل ريموت، امسح الحاجات اللي انا مش عاوزها، بعمل برضه ريموت. الشيتات اللي انا محتاجها بس ده برضه اعمل لها ريموت، هيعمل لي البي دي اف الحاجات اللي ظاهره قدامي هنا. بعد كده الخطوه الثانيه، في حاجه اسمها اوبشن، بحدد المكان اللي سايب فيه الملف. تمام، وبعد كده هنا في الاكواليتي بتاعت الصوره او الطباعه، حجم الشيت. بعد كده ادوس هنا اوكي، ابدا بعد كده الخطوه اللي بعدها ادوس بابليك. تمام، وابتدي اسيب الاسم على حسب المشروع، مثلا عايز اكتب هنا تاريخ النهارده 2/19 مثلا، بعد الشيك بتاعة المشروع، وبعد كده ادوس هنا سنلت. تمام، بعد كده هو هنتظر 3 دقائق او دقيقتين، هتلاقي الايقونه اللي ظاهره قدام حضراتكم تحت هنا. الايقونه دي اول ما تخلص، اول ما تقف، يبقى خلاص البنات في البي دي اف.